دايما انت بتقولي على نفسك شخصيه عنيده. عنيده جدا. ليه بقى؟ عشان انا عناديه. بس لما اقتنع او لو عندت وطلعت غلط حاجه اقول لك انت كان عندك حق. يعني انت لو حاسه انت غلطتي بترجعي تعتذري تقولي انا اسفه انا كنت غلطانه في ده. تفتكري حاجه زي دي مثلا حصلت لك؟ كتير. كتير. مش حاجه واقعه جامده؟ لا. طب اكتر حاجه ندمتي عليها هي ايه بجد؟ بعد ما بتوصل لمرحله معينه قناعاتك بتقول انك مش لازم تندم. مش لازم تندم على حاجه راحت منك ما كانتش مكتوبه اساسا عشان تجيلك. ما كانتش مكتوبه لك في الاول. بتعافر، كلنا بنعافر في الاول لانك بتبقى اصغر وبتبقى اعند وبتبقى عايز توصل لحاجات معينه، لكن بعد فتره معينه خلاص. امتى بتحسي انت ست ضعيفه؟ ما بحبش اوري ضعفي. ولكن اقدر اقول لك اني لما بيجيلي الحاله دي بختفي خالص. يعني من اقرب ناس ليا. ولا خالد ولا مامتك؟ يا ما هتلاقيني قاعده في حته تانية في البيت. هتلاقيني بس عارفين ان انت في حاجه في حاجه بس بيسيبوني حفظ خلاص. يعني ماما تعرف نبره صوتي فيكي حاجه. انت فيكي ايه؟ خالد عنده ترمومتر مخيف. صوت بيشوفك بيفهم على مخيف ترمومتر مخيف. يسيبني كده في حالي. وبتحسي قوية امتى؟ لحظة نجاحك بتحسسك انك جامد. وانت ناجح وقوي هنا بتستمد قوتك من نجاحك.